نيويورك مع ضيفنا من هناك محمد سطوح، هي الصحفي المختص في الشأن الأمريكي. مرحبا بك سيد محمد. يعني عدد من التصريحات وردت على لسان مسؤولين أمريكيين تتنصل تماما من المعرفة المسبقة بالهجمة على الضاحية ومن المشاركة فيها، برأيك لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يتحملوا مسؤولية ما يقوم به نتنياهو. هم يقولون الآن أنه إبلاغ الحكومة الإسرائيلية لهم بالعملية العسكرية الأخيرة تم بينما الطائرات في الجو، بما معناه أنه لم يكن أكثر من إبراء ذمة من الجانب الإسرائيلي بأننا أبلغناكم. فمن هذه الناحية واشنطن عندما تؤكد على هذا الكلام هي لا تريد أن تتحمل مسؤولية ما تفعله إسرائيل، لكن أنا لا أعتقد أنه هذا يكفي لإبراء المسؤولية الأمريكية، ليس فقط لأنه واشنطن تقدم الدعم العسكري واللوجستي وتقدم الغطاء السياسي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولكن لشيء أهم، وهو أنه واشنطن تابعت معنا جميعا ما يحدث على مدى الأسبوعين الماضيين، ورأينا أنه إسرائيل وصلت إلى كبار قادة حماس، استطاعت أن تغتال عددا كبيرا منهم وحاولت اغتيال عدد آخر نفذ من عملية الاغتيال. إذن هي لديها اختراق كبير جدا لحزب الله من الناحية الاستخباراتية، ومن يستطيع أن يصل إلى مواقع هؤلاء القادة الكبار وبهذه الدقة هو بالتأكيد لديه القدرة أيضا على أن يصل إلى موقع حسن نصر الله زعيم حزب الله. ومن هنا كان السؤال دائما، هل ستفعل إسرائيل مع حسن نصر الله ما فعلته مع فؤاد شكر وإبراهيم العقيل وغيرهم؟ نعم. كانت مسألة وقت وقرار سياسي، كان يمكن لواشنطن منذ أيام أن تقول لإسرائيل هذا خط أحمر لا تتجاوزه، وبالتالي مجرد انتظارها لكي يتم إبلاغها بهذا الشأن هذا لا يكفي، لأنه هذا معناه أنها لم تكن حاسمة في طلب من إسرائيل ألا تقوم بهذه العملية، هي ربما لم تدفعهم إليها لكنها أيضا لم تمنعهم عنها. نعم، يبدو بأن هذا الصباح أيضا يعني يحمل الكثير، على الأقل الأخبار العاجلة التي ترد تباعا الآن. الجيش الإسرائيلي يقول قد رصدنا إطلاق 10 صواريخ في الرشقة الصاروخية الأخيرة، قبل ذلك كنا تحدثنا عن صفارات الإنذار التي تدوي في صفد ومحيطها تحسبا لسقوط الصواريخ، وتبدو بأن كرة النار المتدحرجة والمتنامية مستمرة. سيد محمد، تعلم بأن هذه العملية جاءت عقب تنصل نتنياهو من المقترح الأمريكي للهدنة، على الرغم من تصريح عدد من المسؤولين الأمريكيين بأن الإسرائيليين كانوا يعلمون بشأن هذا المقترح وأبدوا ترحيباً به، ثم لم يتنصل منه نتنياهو حسب، وإنما عندما كان في نيويورك صدق على ما قال إنه استهداف واغتيال للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. ما الذي يعنيه ذلك أمريكيا؟ يعني أن تقدم الولايات المتحدة بادرة يقبل بها ثم يتراجع عنها ثم يذهب باتجاه أقصى درجات التصعيد. ومن يستمع أيضا إلى نتنياهو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت واضحة تماما فيما هو ذاهب إليه، هو لم يتحدث عن أي فرصة لوقف إطلاق النار، عن أي تسوية، هو أساسا لم يعترف بأي جهود دولية في كلمته من أجل الوصول إلى تفاهمات أو وقف مؤقت لإطلاق النار. كلمته كانت واضحة، هو يذهب من أجل النصر الكامل في غزة والهزيمة الكاملة لحزب الله، كانت هذه عباراته بشكل محدد وواضح، وهي تؤكد ما تذهب إليه إسرائيل الآن. الجانب الأمريكي نستمع كثيرا إلى الإحباط، الغضب، إنه التوتر مع إسرائيل يزداد، ولكن في النهاية في نفس اليوم الذي أعربت واشنطن عن غضبها وإحباطها من تنصل نتنياهو من الاتفاق كانت إسرائيل تحصل على أكثر من 8 مليارات دولار من المساعدات العسكرية واللوجستية التي تساعدها في هذه الحرب. إذن المشكلة ستظل دائما مع الولايات المتحدة، هي أنه أنا بالمناسبة أصدق أنهم يريدون وقفا لإطلاق النار، هم يريدون منع التصعيد، هم يريدون تجنب أي مواجهة عسكرية إقليمية، لا أقول أنني أصدقهم في ذلك لأنهم يقولون، ولكن أصدقهم لأنني أعرف
أن هذا يتعارض مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية. ولكن سيد محمد، وعذرا على المقاطعة، يعني هذه النقطة ربما تبدو متعارضة مع ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أشرت إلى جزء منه وهو الدعم المستمر بالمنح المالية لشراء الأسلحة بمليارات الدولارات، آخرها ما أشرت إليه قبل قليل. يعني هذا الفعل ربما يكذب ما تعلنه الولايات المتحدة الأمريكية عن رغبتها بخفض التصعيد أو عن رغبتها بالضغط على نتنياهو لفعل ذلك. هذه هي مشكلة واشنطن، أنه ما تفعله يتعارض ليس فقط مع ما تقوله، ولكن أيضا في تقديري الشخصي مع مصالح الولايات المتحدة في المنطقة. ليس من مصلحة واشنطن أن تجد نفسها متورطة مرة أخرى في مستنقع الشرق الأوسط، وتجد نفسها مضطرة لتحييد قواتها المفترض أن تواجه تحديات استراتيجية أكبر في شرق آسيا مع قوى عظمى جديدة، مع الصين، مع روسيا، عدد التنظيم العالمي، عالم متعدد القطبية. هذه كلها أمور تواجه واشنطن الآن وهي في حاجة لكي تتفرغ لها، ولا تجد نفسها منجرة إلى مستنقع أكبر مما واجهته في العراق، لكنها تجد نفسها منجرة إليه الآن بما يفعله نتنياهو معها. واشنطن تدرك ذلك؟ نعم. ترفضه؟ نعم. لكنها تبدو عاجزة عن مواجهته، وهذه مشكلة إدارة بايدن الذي بدأ ضعيفا منذ مستهل هذه الأزمة. هو يقول أشياء لكنه غير قادر على تنفيذها لسبب بسيط، أنه نتنياهو لا يعتبر كثيرا بما تقوله الآن واشنطن. هو يأخذ ما تدعمه به باعتبار أنه أمر مسلم به ولا يحتاج إلى أن يدفع ثمنا له. هو يعتبر أن واشنطن ملزمة بما تقدمه من مساعدات، وبالتالي ليس مطلوبا منه أن يقدم أي مقابل حتى أن يستمع لما تطلبه من واشنطن، بل بالعكس هو يفعل عكس ما تريده منه إدارة بايدن، لأنه يريد هزيمتها في الانتخابات الأمريكية بعد شهر ونصف، وبالتالي أنا لا أرى إمكانية لأي تهدئة حقيقية قبل الانتخابات القادمة. نعم. سيد محمد، منذ ساعات والغارات مستمرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، نحن نشاهد على الهواء مباشرة الدخان يملأ يعني أماكن وأحياء واسعة من الضاحية. نحن نشاهد في الخلفية بالقرب من مطار رفيق الحريري الموجود في هذه الأماكن والتهديدات الإسرائيلية لهذا المطار، نشاهد الدخان المستمر. الجيش الإسرائيلي الآن يقول مستمرون في الهجوم وتوجيه الضربات لقدرات حزب الله العسكرية، والولايات المتحدة سيد محمد تقول إن الحرب الشاملة، هذا المصطلح الذي ظهر للتحذير من الانجرار إلى مواجهة مفتوحة موسعة، الحرب الشاملة ليست ضرورة. بناء على ماذا تقول الولايات المتحدة ذلك؟ تقول بناء على ما تريده وما ترغب فيه وما ترغب في تجنبه. المشكلة هي أنه هذا يتعارض مع ما يرغب فيه نتنياهو وما يريده وما يسعى إليه. أنا اعتقادي أنه نتنياهو يريد هذه الحرب، بل بالعكس هو يسعى إليها وبقوة. نتنياهو يريد تدمير الآلة العسكرية لحزب الله الآن، ويريد جر إيران من أجل هذه الحرب الإقليمية لكي تكون مبررا لمواجهة إيران، تدمير برنامجها النووي وربما إسقاط النظام الحاكم فيها، وبالتالي إعادة تشكيل الشرق الأوسط بالطريقة التي تريدها إسرائيل. هذا هو السيناريو الذي يريده نتنياهو الآن. هل يستطيع أن يصل إليه أم لا؟ أنا أعتقد أنه هذا مرتبط بأطراف عديدة، لكن مثلا أنا سمعت جواد ظريف نائب الرئيس الإيراني، الرئيس الإيراني، وزير الخارجية الإيراني كانوا يتحدثون الأيام الماضية في نيويورك، وكلهم يقولون أنه نحن ندرك أن هناك شرك تنصبه إسرائيل لإيران من أجل جرها إلى حرب إقليمية. سمعت هذا الكلام منهم وهم مدركون له. السؤال الآن، كيف يمكن أن تتفادى حربا يريدها خصمك بشكل عنيد ويجرك إليها جرا ويفعل أقصى شيء لاستفزازك من أجل أن يضطرك للرد، فبالتالي يعطي نفسه مبررا لشن الحرب؟ نعم. يعني هذا يمثل معضلة حقيقية الآن. موقف إيران أنا شايفه موقف صعب جدا، لأنهم إذا ردوا
هذا يلبي لنتنياهو ما يريده لكي يعطيه الفرصة لشن الحرب الإقليمية. إذا لم يردوا هذا يعطي إسرائيل الفرصة أولا للانفراد وتدمير حزب الله بشكل كامل، ثانيا إضعاف موقف إيران، هز صورتها ومصداقيتها في المنطقة ومع حلفائها. فمن هذه الناحية أنا أجد إيران الآن في مأزق استراتيجي، سواء ردوا هناك خطر كبير، إذا لم يردوا هناك خطر لعله كبير. المأزق الذي إيران فيه منذ بداية يعني هذه المواجهة، منذ بداية هذا التصعيد المتنامي، خصوصا وأن السؤال المطروح إلى أين يمكن أن يصل نتنياهو إذا استمر في رفع مستوى التصعيد والتهديد في المنطقة، سواء في لبنان أو في غزة أو على جبهات أخرى، مع دخول يعني جهات مختلفة، نتحدث عن العراق، نتحدث عن اليمن، نتحدث عن سوريا، هذه التهديدات أيضا موجهة لهذه الدول من نتنياهو، وهذا ما يطرح سؤالا عن الموقف الأمريكي إزاء اتساع الدائرة إلى جهات مختلفة وعن الضوء الأخضر. سيد محمد، يعني أريد أن أناقش معك